السلام عليكم. ما زلنا مع درس مفاهيم أساسية الكهرباء، وفي الدرس الفائت تحدثنا عن المفهوم الأول وهو لو كورون. كما قلنا لو كورون وهو موفمون دي زيلكترون، واليوم سنتحدث عن لا تونسيو أي التوتر، وهو سي لا فورس كي اونترين لي زيلكترون ا لانتيريور دي سيركوي. دابا الالكترونات التيار عفوا وهو انتقال الشحنات الكهربائية، ولا بد من انتقال هذه الشحنة من قوة وهي لاتونسيون. لاتونسيون هو القوة التي تدفع الإلكترونات داخل الدارة الكهربائية، واليوم سنتحدث عن رمزه وقياسه وكيف نقيسه بالفولت متر. عندنا قلنا لاتونسيون السيمبول ديالو سامبول وهو U ماجيسكي، لينيتي تي وهي فولت، يعني نرمز لها بي لا فالور افيكاس. إذا كانت عندنا طونسيون سامبل كتكون لا فالور افيكاس وهي 220 فولت. إذا كانت عندنا طونسيون كومبوزي كتكون لا فالور افيكاس 380 فولت. ودابا غادي نشوفو هنا كيفاش نبرونشيو الفولت متر. هكذا عندنا لا شارج هي هادي، عندنا هكذا. دونك الفولت متر كيتبرونشا اون باراليل هكذا، في لو كورون لا كيتبرونشا اون سيري. هادي لا شارج كيتبرونشا كيما شفتو في هاد الفيديو كيفاش كنقيسو الفولت متر. ومع السلامة، ونلتقي في درس آخر مع لا بويسونس.